الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. قول ركن إيماني إذا جينش ثاني الله ودوستن دول جينش إيمان دولار. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. الله واستقلر مل دوستن دول جينش ثاني إيمان دولار. ونؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. أخ إذا ديل دوش ديل قمل خلرا إيمان دول. وأنها منزلة غير مخلوقة. إذا إشت إجينش قلنا تخلرا وش الله هو دين دين دول قمل خلرت إيمان دول. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. تا إشت إيمان دول الله هو خور إلشن ثاني جين دوسن خلر. نؤمن بمعلمنا الله من أسمائها. إشت إيمان دول الله هو إن خائتن يول تيرش يولش أت جينشت. القرآن. القرآن. التوراة. التوراة. الإنجيل. إنجيل ثاني. الزبور. الزبور. صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. صحف إبراهيم وموسى إيش وين خينا شدو تارت إيمان دلوي. نؤمن بما فيها من أخبار وأحكام. إيش تا أتجين شو حد يحكي دول خبر تاني أحكام تاني إيمان دلوي. لكن لا نأخذ ولا نطالع إلا القرآن والسنة. دلا حوي حويج دول دين ومتشر ويج توي قران جرا سنه جرا حويج توي. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها. ات حغندول جين شي ثاني ايمان دول دلا حويج يوشت عند بولت ابوي.